صاحب الاوتيل؟ نعم. انت صاحب الاوتيل؟ ايوه. البالمان بتاعك سرق الموبايل بتاعي. لا يمكن، مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل؟ ما كانش في حد غيره في الاوضه. يا هانم ما عندناش حد حرامي هنا. اه ما دام بتدافع عنه كده بقى يبقى انت شريكه في السرقه. لا 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 ده كتير كده. ايه يا عم ده؟ هدي اعصابك من نظير، الاوتيل هنا امان جدا وكل العمال محترمين. وتطلع مين حضرتك؟ رئيس العصابه؟ لا عصابه ايه؟ ما عندناش عصابه، ده احنا طيبين وهبل. حضرتك انا غلاب عبد الوهاب المحامي. شفت؟ ما دام جبت محامي يبقى عارف ان انت عندك حراميه في الاوتيل وعارف ان انا هبلغ عنك. لا بقى ده انت غريبه جدا. اهدى شويه، ما فيش غيرها في الاوتيل، انت لسه قايل. انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص بيتكلم من مصر وبيقول ان انت نسيتي الموبايل في البيت. يا سلام، يعني كل ده طلع على ما فيش اهو. انت متاكده ان وليد هو اللي اتصل بيكي بنفسه؟ انا مسيفه نمرته على الموبايل، يعني مش ممكن يكون حرامي سرق الموبايل بتاعه وكلمك وانت افتكرتيه وليد؟ يا سلام، انا هتوه عن صوت اخوكي. يا هواني حصل خير، حصل خير. شرفتي وانستي انس الاسم. اهلا وسهلا. تعرفت منين ان اسمي نسمة؟ ما هي مامتك لسه قايله لي. تعرفت منين اصلا انها مامتي؟ هيكون ليه يعني؟ عشان شعركم زي بعض. يلا 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 بينا. بص هو في الحالات دي يعني مش عارف، يعني ممكن يكون كابوس مش حلم. عجبك الكتاب اللي جبته لك يا حبيبتي؟ قصدك الكتاب ده؟ الزواج مفتاح السعادة؟ ايه يا ماما؟ ده خيال علمي يا حبيبتي. ده اسمه حتى يشرح القلب. وانت جبتي الكتاب ده بفلوسك؟ ولا لطشتيه من واحدة صاحبتك؟ عيب يا نسمة، لطشته ايه؟ ده حتى بخمسين جنيه، ما يستاهلش يعني يتلطش. طب ردي عليا بصراحة، انت جبتي لي الكتاب ده عشان اتجوز؟ ماله يا حبيبتي، وفي أحلى من الجواز؟ وأي أم في الدنيا بتبقى عايز تفرح ببنتها؟ تفرح ببنتها ولا تخلص من بنتها؟ أخلص منك ليه؟ عشان لما وليد يتجوز يقعد معاكي في الشقة هو ومراته وياخدوا أوضتي. مراته إيه؟ أخوكي لا خاطب ولا مصاحب أصلاً. تهيألك، وليد متجوز يا مامي، وأكيد مخبي علينا. أصلا هو متجوز وقايل لك، وانتي بقى اللي مخبيه عليا. اوه يا ربي بقى. مبروك يا سيدي، يظهر الحلم اللي شفته لك هيتحقق. قصدك الكابوس بتاع البيض؟ يا فارس ما انت عارف انا ما بحبش السفاره. بعدين يا اخي ممكن تكون مضطربه نفسيا يعني عشان لسه ما اتجوزتش، لكن دي بعد الجواز رهوان، ما هتبطل تشك في اي حد. ايوه ايوه رهوان في الخناقات معايا. يا سيدي ما محبة إلا بعد عداوة. لا يا عم أنا مستحيل أكلمها في أي حاجة دي. يعني لو مش عايز تكلمها أنت بقى سيبني بقى أنا أكلم مامتها. آه ده أنت بتتلكك بقى. الله عشان خاطرك يا فارس. يا حنين. مادمازيل. استنى. إيه في إيه؟ المانجا دي انت اللي عصرها بنفسك؟ عصرها بنفسي؟ لا بالعصاره. رد على قد السؤال، ايه الطريقه دي؟ يعني ايه عصرها بنفسي؟ ما هي جالنا معصوره كده. وطبعا بقى فيها مانجا بايظ. لا والله العظيم انا باكل البايظ كله. ما بايظ. الشيف اللي عصرها بايده قعد يفعص فيها كده. اه اكيد اكيد، واكيد ايده ما كانتش نظيفه لانه اكيد كان بيقطع بقى فراخ قبلها مثلا، فبقى زي الزفاره بقى مانجا وفراخ. لا اله الا الله. يا فندم طالما حضرتك خايفه من المانجا يعني طلبتيها ليه؟ انا حره اطلب اللي انا عايزاه ويجي لي بكل مواصفاته القياسيه. قياسيه؟ الصحيحه. صحيحه. حضرتك طالبه مانجا من النرويج؟ يا فندم ما انت بسيكوزي ما. ثانيه واحده، انت رايح فين؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضلي. ليه الكوبايه مش مليانه على الاخر؟ عشان ما تتدلقش مني وانا ماشي. ما تتدلقش مني. شربت من المانجا وانت جاي؟ لا انا مش شربتش من المانجا. انت كداب. انا مش كداب. بقك كان مليان مانجا. ما حصلش. افتح بقك وريني لسانك. انا مش هوريك. وريني لسانك بقول لك. مش هوريك لسانك. وريني لسانك. انت كداب. انت شربت من المانجا دي وانت جاي. وانا اشرب منها ليه يعني؟ انا مش فاهم انا. عدوي انا 100 مره قلت الزبون على ايه؟ على ايه؟ على حق. شكرا. العفو يا فندم، كلم الهلم باسلوب احسن من كده. حاضر. الهلم زعلانه ليه؟ عماله تقول لي جسد الجريمه. عماله تقول لي يعني حضرتها بتعمل. انت شربت من المانجا. انا مش شربت من المانجا. بس يا ولد بس يا ولد يا فندم تعالى واشرب من المانجا. يا فندم عدي ولا عايز يشرب مانجا هيخش المطبخ يشرب الجيركن. ده صاحب مطبخ ده يا فندم، ده في ثلاجه جوه مكتوب عليها عدوي وبس. اه والله. انت بتدافع عنه ليه؟ اكيد شربت معاه من نفس الكوبايه. ليه يا فندم؟ هي كوبايه فرحنا ومع ذلك همشي مع حضرتك. تتخيلي يا فندم، بص حضرتك اوتيل ريزورت كل الصرف ده، اوض فيها تلفزيونات اتش دي 42 بوصه تحفه سمارت. بعد كل الصرف ده يا فندم مش هيبقى عندنا غير كوبايه واحده بتلف عليها هنا نخمس فيها. اكيد لا يا فندم اكيد لا. مظبوط عندك حق. اه
عايزين تعدوني. حضرتك حاطط يا فندم حاجه ريحه شجري صح؟ انا عندي حساسيه من الشجري صح؟ شجري ابعد بقى لو سمحت لورا شويه كده عشان الزبون دايما على حق. اصل انا عندي حساسيه من خلاص. انا مش عايزه المانجا. شيل المانجا. ماشي حاضر. شيل المانجا. الوزه رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ وانا قلت الزبون عليه على حق يا سيدي. يبقى تسمع كلام الهان. ماشي هاني. هتشربي حاجه تانية ولا عايزه ايه؟ ايوه إيه؟ هات لي كان مقفوله. اوكي كان مقفول. الوزه ثانيه واحده. مش ممكن. انا عايزه الكان مغسوله من فوق كويس وفي الطروف ها عشان بيبقى في حاجات مش نظيفه. وتجيب لي بقى الكوبايه نظيفه مش مبصمه. بص ماسك الكوبايه ازاي بتصوفه. اتس ديسكاستنج. يا قليل القلب يا ديسكاستنج. ايه ديسكاستنج دي؟ اختاروني غلط يعني؟ اسكت خالص. ماشي حاضر. زبون على ايه؟ على حق. بص يا فندم ما تضايقيش نفسك. انا هعمل لك تعقيمه على ابوه. شكرا. العفو يا فندم. عم ابراهيم الجنايني اللي بيرش الناموس ساعه المغربيه عنده فنطاس مازوت. هتجيب الكاس تحطه في الفنطاس، تولع في الكاس وفي المازوت وفي كل حاجه موجوده وتجيبه للهانم. برافو. ده احنا هنشوف ايام بيضة. طبعا انا اشرب مطرح ده يا فندم. انا اشرب مطرح ده يا فندم. ده حضرتك بسلم عليه بستحمى. خلاص يمشي. انت لسه واقف. انصحي امشي. يلا امشي. يلا شكرا يا فندم. العفو. خمس سعيده يا فندم. لا دي شغلي والله. شغل يا استاذ. خلاص بعد اذنك. والله والله لا لا بعيد بقى لو سمحت. ايه ده؟ الاوتيل الغريب ده. والله يا هانم انا بحسدك على صبرك في معامله الانسه الاسود. بنتي الوحيده بقى هي طيبه قوي. لولا حته الوسوسه دي اللي عندها معكنين عليها ومعكنين علينا عيشتنا كلنا. يمكن باباها كده. ابدا الله يرحمه كان سايبها على الله. ايه ده زوجة متوفي؟ اقصد بقاء الله يعني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. هو متوفي بقاله 5 سنين. تخيل نسمة كانت فاكرة ان هو مسافر واحنا مخبينه عنها. خبوه اكتر من كده ايه؟ ده كده استخبى خالص. افتكرته هربان من وسوستها. ما يمكن تكون شافت حاجة عقدتها وخليتها تشك في كل اللي حواليها. ابدا والله هي من يوم ما اتولدت كده. تخيل في المستشفى لما ولدتها قعدت تعيط ومرضتش ابدا تتحط في اوضة البيبيهات. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولا يوم صباح فضلت تصرخ وتعيط افتكرت ان الغربان مش نظيف. الله يكون في عونك. بصراحه اللي زي بنتك دي ملهاش غير حل واحد. الحقني بيه. الجواز. ومين بس هيرضى بيها؟ لا انا عندي عريس لقطه وياخدها بشنطه هدومها. ده عشان خاطر حضرتك مامتها. ولاجل الورد تنسقي باسمها. فارس ممكن تقول لي يعني انت ليه عايز تتجوزني؟ بصراحة ما فيش غيرك في الاوتيل. نعم؟ لا قصدي يعني اول ما شفتك قلت ايه القمر اللي داخل عليا ده؟ وعجبت بيكي جدا. بصراحة انا بموت كمان في البلوندايه. ميرسي والله. ثانك يو. بس يعني ايه اللي خليك تتجوز واحدة انت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجة خالص؟ بصي اقول لك الحقيقة ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقة عشان انت لو كذبت انا هفقسك. لا 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 لعلمك انا حويت قوي. انا ما فيش حد يقدر يعرف مني اي حاجة. قول بقى وخلاص. هقول لك الحقيقة. أنا جدي الله يرحمه هيحرمني من تلت الميراث لو ما اتجوزتش. أوكي، الميراث ده يطلع كام يعني؟ 30 مليون جنيه. وجدك يعمل فيك كده ليه؟ ده إيه الرخامة دي؟ هو فعلاً كان رخم بس كان طيب قوي بصراحة. هو أصله كان عايزنا اتجوز بالعافية يعني. وأنت ليه بقى ما تتجوزش من نفسك يعني؟ أصل بصراحة بقى الستات دول حاجة بصراحة يعني ما كنتش بحب الستات وحاجة مقرفة بصراحة. إيه ليه اللي أنت بتقوله ده؟ لغاية ما شفتك. أول ما شفتك بصراحة اقتنعت على طول. أنت عايز تقول إن أنت ما كنتش لاقي ولا واحدة تقتنع بيك. نعم يا أختي؟ ليه؟ كده يمكن يكون فيك عيب مثلا وأنت مش عايز تقول. لا 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 لا, لا أنا ما أسمحلكيش. بقول لك إيه أنا جامد قوي. مش مصدقاني؟ اسألي عدوي. لا أسأل عدوي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني إيه؟ ما هي دي أنيل. يعني إيه؟ خلقي يعني أخلاقي. يعني مثلا مثلا مغرور، غيور، بخيل، نسوانجي، كذاب، نيئة، موسوس. موسوس؟ أيوة. ده اللي هو أنا؟ أيوة. أنا اللي موسوس؟ فارس والله فلة 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 بتقصد أوفرك. بديت أحبك. افتح لي قلبك. إحنا خلاص هنتجوز صح؟ صح مظبوط. الفلوس اللي جدك هيورثها لك دي بقى جايبها منين؟ السياحة. من شغله في السياحة. سياحة إيه اللي تجيب 30 مليون جنيه؟ وأنا هبلة؟ عادي يعني. ايه المشكلة؟ قولي بصراحة، غسيل أموال؟ نعم؟ لا طبعا. طب خلاص خلاص بالراحة ما تتضايقش.
مخدرات. بقول لك ايه؟ تجاره الرقيق الابيض. بقول لك ايه؟ تجاره السلاح. انا ما اسمحلكيش، انا جدي كان شريف جدا. انت قول بقى كده بقى عشان تستحلي الفلوس اللي انت هتورثها من جدك. لا لا لا، ده انت تريح ضميرك يعني. والله العظيم انت مش طبيعيه. على فكره بقى كان واقع فيها دبان. ايه القرف ده؟ على فكره انت كداب. نسمه دي لو اخر بنت في العالم مش هتجوزها. عيل مامتها زي العسل. هو انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها؟ دي هتبقى حماتك. مش هيحصل. ايه دي زي القمر، والحمد لله جوزها ميت. هي كانت متجوزة؟ اه طبعا، ما خليف نسمة ازاي يعني؟ يا عم انا بتكلم عن نسمة. وانا بتكلم عن مامتها. جرايا متر، انا شايفك كده انت اللي عايز تتجوز المرة دي. والله يا ريت يا فارس، انا بس مش هتجوز غير لما اطمن عليك انت الاول. وانا مش هتجوز غصب عنك. ما تقلقش، انا اتفقت مع الدكتور امجد انه يعالجها من الوسواس. برضه مش هتجوز. هتخسر ميراثك يا فارس. مش مهم، اخسر ميراث، طز في الميراث. انا هطور الاوتيل واعتمد على نفسي. ازيك يا مستر فارس، يا رب تكون حضرتك بخير. اهلا ادهم. بس يعني انا عايزك تمسك نفسك. اصل الدنيا مش مستاهله. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ لا. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ ابدا. انا هاخد مني حاجه؟ مش حد هاخد مني حاجه فن. يعني اكذب عليك واقول لك فنروح هناك فاقول لك فطلع مني على ايه؟ الموضوع بسيط، هو مفيش هايبرد لغى الحجز بتاع 15 اوضه بتاع بكره، بقينا على باب الله. فحضرتك يا تتجوز يا تتجوز، عشان مش كل اقول للمحاسب عايز اقبض يقول لي لما مستر فارس يتجوز وحضرتك ما بتتجوزش، فنتجوز بقى نتجوز. اوكي اهو اتفضل. ادهم قال لك السياحه مضروبه والاوتيل بيخسر. حصل. يعني ما قدرناش غير ان احنا نتجوز نسمه وتستحمل شويه الوسوسه دول.